كتيرة جدا، فهنخلينا في الذبحة الصدرية دلوقتي. تمام، أعراضها يعني الواحد اللي عنده ذبحة صدرية تمام. إيه سؤال الأعراض اللي خطير بتبان ومهم عليه؟ جدا طبعا، سؤال خطير جدا لازم الناس تعرفه كويس عشان يتم التفرقة بين أمراض القلب والأمراض الأخرى، أو آلام القلب والآلام الأخرى. المريض بيجي يشتكي من ألم في منطقة الصدر، يحس تمام بألم في منطقة الصدر موازي لعظمة القص عموما، ده الأشهر والغالب يعني. فالألم ده عشان أتأكد هل هو ناتج عن وجود مشكلة في القلب أو ناتج عن وجود مشكلة في الشرايين التاجية أو أيا كان الأمراض اللي بتصيب القلب، في 7 أسئلة معينة بسألها للمريض. تمام وهم بسأله عن مكان الألم، عن وصف الألم، عن مدته، بيسمع فين الألم ده، بيزيد بإيه الألم ده، بيزيد بإيه الألم ده، بيبدأ يقل بإيه الألم ده، مصاحب لأعراض أخرى ولا لا. فأول سؤال طبعا هسأله للمريض مكانه، هيقول في صدري، ألم في صدري موازي لعظمة القص زي ما اتفقنا، مش هيستطيع ان هو يشاور عليه بصباع واحد، مش هيقدر يحدده بصباع واحد. في بعض الاحيان وفي مناطق غير مشهوره يحصل في اعلى البطن منطقه فم المعده، يجي تيجي الذبحه الصدريه في المنطقه دي، تمام ممكن يجي في عظمه لوح الكاتف، بس اماكن غير مشهوره ولكن لازم الناس تاخد بالها منها طبعا. تمام وصف الالم، المريض هيقول ان انا حاسس ان في حاجه بتطبق صدري او بتعصر صدري او في حاجه جامده بتضغط على صدري، ده وصفه بالظبط. تبدأ تمام تشك إن في حاجة من مشاكل القلب أو الذبحة الصدرية، خصوصا لو كان مريض ضغط عالي أو سكر، تمام لازم ناخد بالنا جدا من المريض ده. ممكن يجي بوصف تاني يقول أنا حاسس بعدم ارتياح صدري، حاسس إن هو مش مرتاح، في حرقان على صدري، أو حاسس إن أنا مش قادر آخد نفسي بطريقة طبيعية. تمام بيسمع، هسأله طب الألم ده بيسمع فين؟ الأماكن الشهيرة هيقول لي بيسمع لكتف الشمال ودراع الشمال، وبيسمع للرقبة، بعض الناس تقول لك بيسمع لرقبتي، في ناس تقول لك بيسمع للفك السفلي أو الأسنان، تمام دي الأماكن اللي بيسمع لها. طب مدته، هيقول لي أقل من 15 دقيقة، طبعا ما ينفعش يقول جالي في ثانية وراح أو جالي ساعتين ثلاثة، لا هو أقل من 15 دقيقة، في بعض الأحيان بيبقى أطول من 15 دقيقة، بس لازم يتم تحويل المريض لأقرب مستشفى طبعا، وكده كده هيروح المستشفى، طيب بس نعجل بيه ان هو يروح المستشفى عشان يتم التاكد هل دي ذبحه صدريه عاديه او ذبحه صدريه غير مستقره او جلطه في القلب. ده الالم بيسمع فين؟ يعني بيبقى في تشابه ما بين الذبحه حاجات الصدريه كتير طبعا، وما بين امراض القلب امراض بشكل القلب عام. او امراض الصدر طبعا. طيب وحضرتك برضو قلت حاجه مهمه، قلت ان ممكن الالم ما يجيلكش في الصدر، في المنطقه ممكن يجي في مناطق تانية زي ما حضرتك قلت، في مثلا منطقه، في منطقه اعلى البطن، في في فم المعده، المعده، وقلت حضرتك برضو في كتف، في الكتف، في لوح الكاتف ممكن، تمام، وقلت في الصدر، فعايز حضرتك مثلا ما انا لسه عاوز بشكل بقى عملي. اوضح لك ال7 أسئلة نكملهم عشان المريض يعرف بعد كده يتعامل مع الالم ازاي، تمام. خصوصا اي الم مش شرط الالم اللي بيجي في الصدر عموما يعني. تمام. فالالم ده هتقول له بيزيد بايه، وده اهم حاجه، هيقول لك بيزيد مع المجهود، بعمل مجهود بحس ان الالم زياده قوي، او لما يجي دور برد شديد، بتعرض لهواء شديد، او بادخن، او مثلا بيمارس الجنس، او بيتوتر، فيبدا الالم يزيد معاه. طب بيقل بايه، هيقول بيقل لما ارتاح. والناس اللي متعوده على الذبحه الصدريه المستقره هيقول لك بقل لما اخد اقراص النيتريت تحت اللسان، مهدئة مثلا، لا دي اقراص بتعمل على توسعه الشرايين التاجيه وتسهل من اندفاق الدم للشرايين التاجيه، فالقلب ما يحتاجش اكسجين كتير وما يحتاجش كميه دم كبيره، وهي بتوسع من الاورده. بس طبعا حضرتك تنصح الساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، مش اي حد يحس بالاعراض دي يجيب مثلا البرشام ده، لازم يروح للطبيب المختص او اقرب مستشفى، هم اللي هيسالوه عن الاسئله دي، هم اللي يحددوا وهم الالم اللي ده طبيعته هيحددوا ايه. العلاج بتاعه. تمام. اخر سؤال هساله له، هو بيصاحب الاعراض معينه، هيقول بحس ان انا بعرق كتير لما يجي لي الالم، بحس ان انا بنهج، بحس بدوخه، بحس بسغطه او ترجيع وغممان، احس ان انا، وفي بعض الاحيان يبقى خايف من الموت، مريض يدخل في حاله من الهلع والخوف من الموت.